السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح العمل والربح من موقع سيرف إيرن الروسي 2024 للربح من الانترنت للمبتدئين. فهذا الموقع روسي والموقع معروف جدا وكذلك الموقع صادق ويسحب بدون أي مشاكل، وكذلك الموقع يقدم العديد من الطرق للربح والعمل مثل مشاهدة الإعلانات أو حل التاسكات أو تنفيذ المهام الصغيرة. وكما ذكرت الموقع صادق ويسحب بدون أي مشاكل، ويوجد له الكثير من الشروحات على اليوتيوب وإثباتات السحب. فأنا سوف أقوم بشرح فقط طريقة العمل على الموقع وكيفية الربح من الموقع، لكن إن شاء الله عندما أصل إلى الحد الأدنى للسحب وأقوم بالسحب من الموقع سوف أرفع فيديو ثاني لإثبات السحب من الموقع، لأنني لم أعمل على الموقع كثيرا، ما زلت في بداية العمل على الموقع. فقد يسأل البعض لماذا أنا أقوم برفع فيديوهات خاصة بالربح من الإنترنت، لأنني أردت إضافة هذا المحتوى حتى يستفيد الجميع، لأنه كما تعلمون القناة خاصة للألعاب مثل لعبة بيس أو غيرها من الألعاب، لكن أنا أردت إضافة هذا المحتوى الخاص بالربح من الإنترنت حتى يستفيد الجميع، لأن الكثير يبحث عن مواقع للعمل والربح منها للمبتدئين وكذلك للمحترفين. لهذا أردت أن أضيف هذا المحتوى على القناة عندما لا يكون هناك جديد عن الألعاب مثل لعبة بيس مثل الأوبشن فايل أو الانتقالات. فقط أقوم برفع فيديوهات خاصة بمواقع للربح من الإنترنت ريثما يكون هناك جديد عن لعبة بيس مثل الأوبشن فايل أو الانتقالات الشتوية أو الصيفية، فأقوم برفع أوبشن فايل أو فيديوهات خاصة بلعبة بيس. فهذا فقط توضيح لأن البعض يسأل هذا السؤال. لكن قبل بداية الشرح لا تنسوا دعم القناة، أيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة. كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدوا الرابط قناتنا الثانية أسفل فيديو الصندوق الوصف والدسكريبشن. الآن سوف نبدأ على بركة الله بدون إطالة الفيديو كثيرا. تقومنا بالذهاب إلى هذا الموقع، سوف أترك لكم رابط التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف والدسكريبشن. كما ترون هذا هو الموقع باللغة الروسية، فقط هنا يمكنكم تغيير اللغة. تقومنا فقط بالذهاب إلى اللوغو الخاص بالراية هنا، ثم ستجدون العديد من اللغات. تقومنا هنا باختيار الإنجليزية، أو يمكنكم ترجمة الموقع إلى العربية إذا كنتم تستخدمون جوجل كروم على هذا الشكل. بعد ذلك تقومنا بالنقر على ريجيستراسيون هنا، ثم تقومنا إما بالتسجيل دخول مباشرة عن طريق الفي كي أو جوجل أو أوكي الموقع الروسي، أو عن طريق الإيميل وكلمة المرور. تقومنا هنا بإدخال كلمة المرور والإيميل خاص بجوجل، ثم هنا تقومنا بتخطي الكابتشا. كما ترون هنا يقول لك كليك 3 يعني انقر على رقم 3، تقومنا باختيار رقم 3 هكذا، ثم تقومنا بالنقر على هنا، ثم سوف يتم تسجيل حساب في الموقع. بعد ذلك تقومنا بالذهاب إلى البريد الإلكتروني الذي سجلتم به في الموقع، ثم تجدون رسالة تقومنا بفتحها، ثم تقومنا بتفعيل الحساب عن طريق الجيميل حتى تستطيعون العمل على الموقع وكذلك السحب من الموقع. فهذا ضروري جدا، يجب أن تقوموا بتفعيل الحساب. لا أشرح طريقة تفعيل الحساب لأنها سهلة جدا. فقد تقومنا بفتح الجيميل ثم الرسالة خاصة بموقع سيرف إير، ثم تجدون زر الخاص بتفعيل الإيميل تقومنا بتفعيله. بعد ذلك تقومنا بالذهاب مرة أخرى أو يوجهكم إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع. تقومنا فقط بالنقر هنا على هذا الخيار، ثم تقومنا بالدخول إلى حسابكم عن طريق الإيميل الذي سجلتم به من قبل وكلمة المرور. بعد إدخال الجيميل وكلمة المرور هنا يطلب منك النقر على رقم 5، تقومنا بالنقر على رقم 5، ثم تقومنا بالنقر هنا. بعض الأحيان قد يحدث خطأ في الكابتشا، تقومنا فقط
إعادة كتابة كلمة المرور وتعيين الكابتشا. هنا يطلب منك النقر على رقم 2 هكذا، ثم تقومون بالنقر هنا. كما ترون بعد ذلك تأتيكم نافذة على هذا الشكل، مستخدم أو معلن. إذا كنتم تريدون رفع إعلانات على الموقع تقومون بالنقر على معلن، أما إذا كنتم تريدون العمل على الموقع والربح منه أو تنفيذ المهام تقومون بالنقر على مستخدم هكذا. ثم سوف يفتح الحساب الخاص بكم بدون أي مشاكل. كما ترون هنا تقومون باختيار اللغة، كما ذكرت إنجليزي، حتى تكون الأقسام موضحة ومفهومة للجميع. قد يكون هناك أخطاء في اللغة العربية، لذلك قوموا باختيار اللغة الإنجليزية على هذا الشكل. كما ترون هنا تجدون الاي دي الخاص بكم، خاص بالحساب. هنا يمكنكم تغيير اللغة، هنا الإشعارات إذا كان هناك أي إشعار، هنا الرسائل إذا كان أو الدعم يمكنكم التواصل مع الدعم، وهنا إذا كان هناك بعض يعني المسابقات إلى آخره سوف تجدونها هنا. هنا الرصيد الخاص بكم، فهنا خطأ الرصيد بعملة الروبل وليس الدولار، فقط أنا اخترت اللغة الإنجليزية، لهذا هنا يوجد USD لكن هذا روبل وليس USD. إذا قمنا بالذهاب للغة الروسية كما ترون 1 روبل هذا الرصيد الخاص بي. هنا يمكنكم السحب، سوف نشرح السحب لاحقا. كما ترون هذه واجهة الموقع، فقط تقمنا بالذهاب إلى الID الخاص بكم، ثم هنا تجدون الإعدادات، تقمنا بالذهاب إلى الإعدادات. كما ترون هذه الإعدادات، تتركونها كما هي على هذا الشكل، ثم تجدون أيضا البيانات الشخصية. هنا يجب أن تقمنا بملء البيانات، تقمنا بإدخال الاسم الخاص بكم واسم العائلة أو اللقب، ويجب أن يكون باللغة الإنجليزية أو الروسية حتى يكون الاسم مقبول. أيضا هنا تقومون بتفعيل الجيميل كما ذكرت من قبل عن طريق الرسالة التي تأتيكم بالجيميل، وتجدون على هذا الشكل علامة تفعيل، يعني تم تفعيل الجيميل. أيضا هنا تجدون رقم الهاتف، تقومون بإدخال رقم الهاتف، ويدعم جميع الدول. تقومون باختيار الدولة الخاصة بكم وتقومون بكتابة رقم الهاتف. أيضا يمكنكم إضافة حسابكم على سكايب هنا، أو أيضا يمكنكم إضافة حسابكم على التليجرام أيضا، فقط تقمنا بالذهاب إلى اليوزر الخاص بالتليجرام وتقمنا بوضع يوزر تليجرام هنا. أيضا هنا يمكنكم ربط الفيكي، فقط تقمنا بالنقر على شعار الفيكي ثم يوجهكم لحسابكم على الفيكي. يجب أن يكون حسابكم على الجيميل مفتوح حتى يتم الربط تلقائيا، ثم بعد النقر على الفيكي يتم ربط حسابكم تلقائيا مع الموقع. أيضا لمن لديهم حساب في هذا الموقع أوكي الخاص بالروس، أيضا تقومون بربطه بنفس الطريقة الخاصة بالفيكي. هنا تقومون باختيار الدولة، هنا تاريخ الميلاد الخاص بكم والجنس إما امرأة أو رجل، ثم تقومون بالنقر على حفظ حتى يتم حفظ الإعدادات. هنا يمكنكم تغيير كلمة المرور. هنا في الأسفل سوف تجدون طرق السحب، سوف تجدون البيرفكت ماني، الباير، أيضا هذه المحفظة، وأيضا ترون تي ار اكس وغيرها من المحافظ. فمثلا تريدون ربط الباير، تقومون فقط بإدخال حسابكم الخاص بالباير هنا، ثم أيضا البيرفكت ماني بنفس الطريقة، ثم تقومون بالنقر على هذا الزر أو حفظ حتى يتم حفظ الإعدادات الخاصة بالسحب. يرسل لكم كود أو رمز في الجيميل حتى تقومون بإدخاله، تقومون بإدخال ذلك الرمز، سوف تجدون هنا خانة لإدخال الرمز، تقومون بإدخاله حتى يتم حفظ الإعدادات الخاصة بطرق السحب. فهذه أول خطوة تقومون بها قبل العمل على الموقع حتى تستطيعون السحب لاحقا. بعد ذلك تقومون فقط بالذهاب إلى هنا كنترول، هنا تجدون جميع المعلومات مثل رصيدكم بعملة الروبل إلى آخره. أيضا سوف تجدون هنا قسم ثاني سوف نقوم بالترجمة، كما ترون جميع الطرق لكسب المال، سوف تجدون هنا الطرق لكسب المال. كما ترون يمكنكم كسب عن طريق عرض الإعلانات، عرض فيديوهات اليوتيوب، عرض إعلانات الفيديو، زيارة المواقع، استكمال المهام، الاستطلاعات، أيضا الأفيليت، وكذلك الهدايا التي يقدمها الموقع كل ساعة.
أو عن طريق تثبيت الامتداد أو الإضافة الخاصة بالموقع على متصفح جوجل كروم. حتى تستطيع الرفع عن طريق الإضافة فقط تقوم بالنقر هنا، ثم يوجهكم إلى الصفحة الخاصة بتثبيت الإضافة، تقوم فقط بالنقر على هذا الزر حتى يتم تثبيت الإضافة على متصفح جوجل كروم، ثم سوف يتم تشغيل الإعلانات تلقائيا. عندما تتصفحون أي موقع سوف يتم تشغيل إعلانات تلقائيا كل دقيقة أو كل دقيقتين إلى آخره، ثم تربحون من تلك الإعلانات. النقر هنا ثم تثبيت الامتداد كما ذكرت، أو عن طريق عرض على اليوتيوب أو فيديوهات اليوتيوب تقومون فقط بالنقر هنا، ثم تذهبون إلى الأسفل ثم تقومون بالنقر هنا، ثم كما ترون تظهر معكم جميع المهام الخاصة باليوتيوب إلى آخره كما ترون. نعود مرة أخرى إلى هذه الصفحة. أيضا يوجد عرض إعلانات الفيديو، كذلك نقوم بالنقر هنا. أيضا تجدون مهام خاصة بعرض إعلانات الفيديو، سوف نشرح طريقة تنفيذ المهام لاحقا، الآن فقط أشرح هذه الأقسام. هنا أيضا يوجد هذا القسم، تقومون أيضا بالنقر هنا تثبيت التمديد أو الإضافة التي ذكرناها من قبل، وتربحون عن طريق تشغيل الإضافة. أيضا يوجد هذا القسم الخاص بالتاسك، فهذا هو القسم المربح في الموقع أو الذي يمكنكم كسب منه أرباح جيدة في الموقع، وهو قسم تنفيذ المهام الصغيرة أو التاسك. أيضا يوجد الأفيليت، ويوجد هذا القسم الخاص بالهدايا، تقومون فقط بالنقر هنا، ثم كما ترون فقط تقومون بالنقر هنا. في بعض الأحيان قد لا تشتغل معكم هذه الصفحة لأنه لا يوجد هدايا الآن، لكن بعض الأحيان عندما تقومون بالنقر هنا تربحون هدايا من الموقع ومبالغ بسيطة بعملة الروبل الروسي. هذه طرق العمل والربح من الموقع. وأيضا هنا تأكدوا من النقر على المستخدم وليس معلن، لأن المعلن للأشخاص الذين يريدون رفع إعلانات على الموقع، أما المستخدم للأشخاص الذين يريدون تنفيذ المهام والربح منها. عند السحب حققوا من هذا القسم، يجب أن يكون مستخدم، تقومنا باختيار مستخدم قبل السحب حتى لا يحدث مشكلة أثناء السحب. وهنا تجدون استكمال المهام، القسم الذي ذكرناه من قبل لتنفيذ المهام، سوف نشرح المهام لاحقا. أيضا يوجد قسم آخر كما ترون خاص بتثبيت التمديد، أيضا الهدايا، أيضا إحصائيات الدخل. هنا تجدون جميع الإحصائيات الخاصة بكم، خاصة باليوم أو كما ترون 11 يوم 17 يوم، هنا تقوم باختيار التاريخ أو المدة. أيضا هنا تجدون كما ترون هذه الهدايا، وكذلك هنا أيضا الهدايا. هنا يمكنكم النقر على بريميوم إذا كنتم تريدون الاشتراك في النسخة البريميوم، فهذه النسخة فيها ميزات كثيرة كما ترون، رفع الحد الأقصى للمكافآت، أقصى قدر من المكافآت في جميع طرق السحب، يعني يتم رفع الأرباح الخاصة بالمهام والهدايا ومشاهدة الإعلانات، أيضا الأسعار سوف ترتفع، وكذلك الحد الأدنى للسحب أو الحد الأقصى للسحب سوف يرتفع أيضا. فهذه في خطة البريميوم يمكنكم الاشتراك فيها. كما ترون هنا سوف نقوم بالتحويل إلى اللغة الروسية، كما ترون هنا لمدة سنة 900 روبل، هنا لمدة 6 أشهر 540 روبل، هنا لمدة 3 أشهر 360 روبل، هنا لمدة شهر 150 روبل. يمكنكم أيضا عندما يكون هناك لديكم رصيد، يعني مثلا 200 روبل أو أكثر على سبيل المثال هنا بعملة الروبل، عندما تقوم بتنفيذ المهام والربح منها وجمع رأس مال مثلا 200 روبل إلى آخره، يمكنكم شراء خطة خاصة بالبريميوم مباشرة من حسابكم هنا بدون شحن الحساب. كما ترون هذه الخطة لمدة شهر ب 150 روبل، أي تقريبا 1.5 دولار أو 1.6 دولار لمدة شهر. أيضا يمكنكم الشحن إذا لم يكن لديكم رصيد، يمكنكم أيضا الشحن عن طريق هذه المحافظ وتعبئة الحساب، ثم تقومون بشراء خطة البريميوم. فهذه الطرق لشراء
أو الاشتراك في خطة البريميوم. الآن سوف نشرح طريقة العمل على تنفيذ المهام والربح منها. فقد تقمنا بالنقر هنا، كما ترون هنا يقول لك يوجد أكثر من 262 مهمة كما ترون، فتقريبا يوجد مهام قليلة في الموقع، لكن في المستقبل إن شاء الله سوف يتم إضافة مهام كثيرة على الموقع. هذه المهام يتم رفعها كل 24 ساعة أو كل ساعة يتم إضافة مهام جديدة على الموقع، فهذا هو القسم الذي يمكنكم كسب منه أرباح جيدة. كما ترون تقمنا بتحويل إلى اللغة الإنجليزية حتى تستطيعون فهم عناوين الخاصة بالمهام. كما ترون هناك مهام خاصة بالفيكي، مهام خاصة بالإنستغرام، هناك مهام كثيرة. سوف نختار مهمة سهلة حتى نقوم بتنفيذها بسرعة لكي نشرح لكم فقط طريقة تنفيذ المهام. كما ترون مثل هذه المهمة خاصة باليوتيوب، يطلب منك عمل لايك للفيديو، وكما ترون سعر المهمة 0.1 روبل. هناك مهام تصل إلى 7 روبل كما ترون. فقط تقمنا بالنقر على المهمة هكذا وتقمنا بفتحها في نافذة أخرى على هذا الشكل، ثم بعد ذلك تقومنا هنا سوف تجدون جميع المعلومات الخاصة بالمهمة، سعر المهمة إلى آخره. هنا الاي دي الخاص بهذا الشخص، وهنا يمكنكم تشغيل المهمة. فقط تقمنا بالنقر هنا ثم يتم تشغيل المهمة. كما ترون هنا يطلب منك عمل لايك لهذا الرابط الخاص بالفيديو، هنا يطلب منك الدليل أو التقرير، هنا يطلب منك إرسال اللينك أو اللين الخاص ب القناة. كما ترون اللينك الخاص بالقناة يعني رابط القناة الخاصة بكم حتى يتحقق من المهم. فقط تقمنا بالنقر على هنا اليا هكذا أو اللينك، ثم يوجهكم الفيديو لكي تقمنا بعمل إعجاب للفيديو. كما ترون هذا هو الفيديو، فقط تقمنا بعمل لايك للفيديو على هذا الشكل لايك، ثم تقمنا بالذهاب إلى أفيشي فوترشان أو إظهار رابط القناة، ثم تقومنا بنسخ الرابط على هذا الشكل، رابط القناة سوف تجدونه في الأعلى هكذا، تقومنا بنسخه، ثم تقومنا بوضع الرابط هنا، ثم تقومنا بالنقر على إرسال، ثم تأتيكم هذه النافذة، تقومنا بالنقر على فيرمي، ثم تقومنا بالذهاب إلى الأسفل وتقومنا بالنقر على إرسال هنا. يجب أن تقومنا بالنقر هنا هكذا حتى يتم إرسال المهمة للمراجعة. وبعد ذلك تجدون هنا تاريخ إرسال المهمة، هذا يعني أن المهمة تم إرسالها للمراجعة. أيضا سوف نقوم بغلق النافذة وأيضا نقوم بتنفيذ مهمة أخرى. كما ترون مثل هذه المهمة يطلب منك الاشتراك في هذا الجروب أو متابعة هذا الجروب في الفيكي، وسعر المهمة 0.5 روبل. فقط تقمنا بفتح المهمة في نافذة جديدة هكذا بنفس الطريقة، أيضا تقمنا بالنقر هنا، ثم هنا تجدون شروط المهمة. كما ترون يطلب منك الذهاب إلى الجروب، هذا الجروب والاشتراك فيه، تقومنا فقط بالنقر هنا، ثم يوجهكم إلى الصفحة الخاصة بالجروب. يجب أن يكون حسابكم على الفيكي مفتوح حتى تستطيعون تنفيذ المهمة تلقائيا. بعد ذلك تقومنا بالنقر على فولو لمتابعة هذا الجروب أو هذه المجموعة هكذا. كما ترون تتحقق بأنها تم عمل إعجاب أو متابعة للجروب، ثم بعد النقر على متابعة تقومنا فقط بالنقر على الزر الأخضر الذي ظهر هنا، ثم يتم إرسال مهمة للمراجعة. مثل هذه المهمة لا يطلب منكم أي رابط أو أي سكرين شوت، يطلب منكم فقط عمل متابعة للجروب، ثم سوف يتم التحقق تلقائيا. هذه الطريقة يمكنكم تنفيذ المهمة. عندما تجدون التاريخ هنا يعني تم إرسال مهمة للمراجعة، ثم تقومنا بغلق الصفحة، وبنفس الطريقة تقومنا بتنفيذ كل المهام. كما ترون هناك مهام أسعارها 1 روبل، أسعار جيدة، هناك مهام تصل إلى 15 روبل، كما ترون مثل هذه المهمة 15 روبل. هناك مهام كثيرة في الموقع، وكل ساعة أو 24 ساعة يتم إضافة مهام جديدة على الموقع. بهذه الطريقة يمكنكم العمل على موقع سيرف إيرن أو عن طريق إضافة الخاصة ب الموقع عن طريق مشاهدة الإعلانات، لكن هذا القسم هو أكثر قسم مربح في الموقع الخاص ب كما ترون هذا القسم الخاص بالتاسكات. بعد ذلك عندما تريدون مشاهدة المهام التي قمتم بتنفيذها أو المهام إذا تم رفضها أو قبولها، فقط تقومون بالذهاب بنفس الطريقة
إلى نفس القسم الخاص بالتاسك، هذا القسم خاص بالتاسكات، ثم تقوم بالذهاب إلى هنا ليست دي تاش هنا، ثم هنا تقوم باختيار كما ترون نقوم بالترجمة إلى اللغة العربية لأنني لا أعرف لماذا لا يريد ترجمة إلى الإنجليزية. بعد ذلك تقوم بالنقر على قائمة لمسات هنا، ثم تقوم باختيار مثلا رفض. في الرفض هنا تجد المهام التي تم رفضها، أنا لم يتم رفض أي مهام لأنني قمت بتنفيذ المهام بشكل صحيح، وبعض المهام لم يتم قبولها بعد، لا تزال قيد المراجعة. أو تجد الريجات هنا، ريجات يعني مهام المرفوضة. أما المهام التي لا تزال قيد المراجعة سوف تجدونها هنا في هذا الخيار، أو بالعربية تجدون في دورة الرؤية هنا، يعني المهام التي لا تزال قيد المراجعة. كما ترون هذه هي المهام التي قمت بتنفيذها من قبل والتي قمت بتنفيذها الآن معكم في الفيديو. كما ترون هذه أسعار المهام، هذه المهام قمت بتنفيذها في خلال أقل من 5 دقائق أو دقيقتين، قمت بتنفيذ هذه المهام البسيطة والسهلة جدا، ويمكنكم كسب أرباح جيدة كل يوم، يعني 500 روبل 1000 روبل إذا كنتم تعملون جيدا، أو ساعات طويلة على الموقع في تنفيذ المهام. أيضا هنا المهام التي تم رفض التنفيذ، يعني قمتم بفتح المهمة ثم قمتم بالنقر على رفض تنفيذ المهمة، سوف تظهر في هذه القائمة هنا. أما هنا سوف تجدون المهام التي تم قبولها كما ترون في هذا القسم، هذا القسم خاص بالمهام التي تم قبولها باللغة العربية كما ترون، تجدون بالنقر هنا وسوف تجدون المهام التي تم قبولها. كما ترون هذه المهام قمت بتنفيذها من قبل وتم قبولها، لهذا لدي هنا 1 روبل، كما ترون هنا لدي 1 روبل من هذه المهام التي قمت بتنفيذها من قبل. وبهذه الطريقة يمكنكم التحقق إذا كان المهمة تم قبولها أو رفضها، أو المهام لا تزال قيد المراجعة، يعني في هذا القسم. وبهذه الطريقة يمكنكم العمل على موقع سيرف إن. الآن سوف نشرح طريقة السحب من الموقع. طريقة السحب فقط تقوم بالنقر على هذا الزر، سوف تجدونه هنا، أو هنا يمكنكم شحن الحساب، وهنا يمكنكم السحب. فقط تقوم بالنقر هنا هكذا على الزر الأزرق هنا، سوف تجدونه هنا بجانب السعر أو الرصيد، ثم تجدون هنا الرصيد الخاص بكم بعملة الروبل، وهنا طرق السحب. كما ترون الموقع يدعم الكثير من طرق السحب مثل الباير، البيرفكت ماني وغيرهم من الطرق. الأغلبية يقومون بالسحب عن طريق باير أو البيرفكت ماني. الحد الأدنى للسحب هو 30 روبل كما ترون، 30 روبل. هنا يمكنكم إدخال مبلغ السحب، مثلا لديكم 40 روبل تقومون بكتابة 40، لديكم 50 روبل تقومون بكتابة 50. فأنا لا أستطيع كتابة الرقم، كما ترون عندما أقوم بكتابة مثلا 40 روبل يتم تحويلها إلى 1 روبل لأنه لدي 1 روبل بالفعل. عندما يكون هناك مثلا 40 روبل هنا في الرصيد الخاص بكم، سوف تقوم بكتابة 40 روبل، سوف تبقى كما هي 40 روبل، ثم تقوم هنا باختيار وسيلة السحب مثلا باير على هذا الشكل، ثم بعد ذلك تقومون بالسحب. فطبعا أنا لا يمكنني السحب لأنني لم أصل إلى الحد الأدنى للسحب، لا يزال لدي 1 روبل كما ذكرت من قبل. عندما يكون لديكم الحد الأدنى للسحب وهو 30 روبل، تقومون هنا بكتابة مبلغ السحب، وهنا تقومون باختيار باير أو البيرفكت ماني هكذا، ثم يظهر معكم زر السحب، تقومون بالسحب بدون أي مشاكل. أنا لا يظهر معي زر السحب لأنني لا زلت في 1 روبل، لم أصل إلى الحد الأدنى للسحب بعد. كما ترون الحد الأدنى هو 30 روبل، يجب أن يكون لديكم هنا 30 روبل حتى تستطيعون السحب من الموقع. والموقع صادق ويسحب بدون أي مشاكل، وله العديد من إثباتات السحب على اليوتيوب، يمكنكم مشاهدتها والبحث عنها في جوجل، وسوف تجدون العديد من إثباتات السحب. فالموقع صادق، وكذلك ترتيبه كما ترون في المواقع جيد، 35,000، وهذا ترتيب جيد عالميا. والموقع صادق يمكنكم العمل عليه بكل أمان، و تقومون بربح أموال جيدة من الموقع بعملة الروبل الروسي وتحويلها إلى الدولار وسحبها بأي طريقة تريدونها عن طريق مواقع تحويل العملات أو الأموال إلى آخره. بهذه الطريقة يمكنكم العمل على موقع سيرف
إيرن والربح منه إن شاء الله عندما أصل إلى الحد الأدنى وهو 30 روبل وأقوم بالسحب، سوف أرفع لكم فيديو آخر لإثبات السحب من الموقع. سوف أترك لكم رابط التسجيل في الموقع أسفل فيديو في صندوق الوصف description. هكذا قد انهينا الشرح. لمن لديه تعليق واستفسار أو تعليقاتكم سل الفيديو سوف أرد لكم بأسرع وقت ممكن. في الأخير لا تنسوا لايك وشير للفيديو ودمتم في أمان الله.